أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. إيش عم بقول أم عبادة؟ يو قلي حجي إيش بك؟ ولك عم بقول بيني وبين حالي، بنتك خدوج ما بقت صغيرة، لك صارت كبيرة صار لازم تتجوز، ندبر لها الريس. أي ما أنا كل ما بفتح معها الموضوع ما بيعجبه، الله وكيلك طلع شعر على لساني وأنا بقول لها يا بنتي ما بيعجبه. قولك أنا مشتهي أشوف أحفادي قبل ما أموت يا حرمة. بعيد الشر عنك تقبرني حياتي. طيب إيش بدي أقول لك؟ الله يرضى عليكي، قومي لعندها على الغرفة شوفي العبي بعقلها شوي، بكي غيرت رأيها شوي، لأنه أنا مطبقها لها على الريس، على الريس طقطة، يعني أوضاعه كويسة، بكي تكون غيرت عقلها وبتقبل فيه. قومي الله يرضى عليكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي قايمة لأشوف. خدوج خانو. نعم امي. قولك قومي تقبريني ساعتك نايمة، عملت لك ايش كاسة شاي تاعي. الله يستر، اكيد ورا كاسة هالشاي هاي في قصة. يا بنتي لو تعرفي هلا ايش مشتهية. خدي. وعلى شو مشتهية بالله امي؟ مشتهية افرح فيكي. ايه وشلون بقى بدك تفرحي؟ يعني مشتهية اشوف عندي ولاد صغار بالبيت. ايه خلاص بسيطة، رفيقتي اخواتها صغار، بكا بجيبهم لعنا خلي يزوروا عنا كم يوم. قولك انا بدي اشوف ولادك انتي. ايه ايه احكي بقى على المكشوف. اصلا انا فهمت عليك من وقت ما دخلتي عليها الدخلة هي، راح اعطيك اياها من الاخير. انا لا خرج لا خطبة ولا جواز، اصلا هالموضوع كلياته شايلته من راسي، ما بركب بمخي، فهمتي علي؟ وامتى والله بدك تغيري رايك وتبلشي تفكري بالموضوع؟ جايكي عريس لقطة هالظا لقطة قلتي لي. ايش شو مفكرتيني انا رح اتجوز مين ما كان ان شاء الله؟ ايه وشو طلباتك بالظبط؟ لازم يكون مطابق للشروط اللي بدي اياها انا. ايوه وايش هالشروط رح تطير بالله؟ ايوه طالما دخلنا بهالموضوع صار لازم نشرح لك بقى. شوفي عليك، اول شيء لازم يكون طويل ماله قصير، ثاني شيء لازم يكون ضعيف ماله سمين، ولازم يكون طوله اقل شيء 170 واكثر شيء 190، ثالث شيء لازم يكون اشقر حسن، يعني تروحي تجيبي لي واحد اسود محنتش ما بزبط معي، فهماني امي؟ كمان لازم يكون عيونه زرق وعنده سياره حديثه وما تقول عن رانج روفر، ولازم يكون امه ميته، لازم تكون امه ميته، امه ما بديها تكون عايشه طاوله. وشو كمان؟ وعندي بيت مستقل، ولازم يكون بيته قطارته على البحر، ولازم كمان يكون ملياردير عصره، وش ما اقول له يجيب لي، اقول له بدي ابان العصفور يجيب لي اياه، وشو كمان؟ ولسه ما قلت لي. بابا؟ كويس والله. ام عبادة؟ ام عبادة؟ اقول لك ام عبادة؟ ايوه قولك يلا بسرعة جماعة صاروا برا وانتي ساعة بتشخري، يلا تعي. شو؟ يلا جيتك. ايه بقى هيك شو عليه؟ والله ما لي طالعة، ما لي طالعة ولا لي شايفة حدا، ايش عليه؟ يا اهلا وسهلا بابو فهيم والله، حلت عيون البركات. خطوة عزيزة. يا حي الله ابو بدر الغالي، خلي لي اياك. يا ميت اهلا وسهلا فيك عيوني، شرفتونا وانستونا والله. اهلا فيك نظري، وبالمأهل ان شاء الله. وشلون عريسنا الغالي؟ ذهب وحياتك وعيار 21 كمان. وهات شوف احكي لي عنك شوي، ايش تشتغل ايش بتعمل؟ والله انا حاليا عم بشتغل محاسب ببنك تجاري. ما شاء الله كويس. وعندك بيت يعني جاهز؟ طبعا، وما بقى لازمنا غير العروس تملي علينا البيت. ما شاء الله وكان، الله يزيدكم من نعيمه، عيلة بترفع الراس. اي والله. اي ونحن كمان اليوم جايين نطلب ايد بنتكم خدوج لابننا فهيم عسنة الله ورسوله. اي ونحن متشرف تقبريني، وابنك اسم الله حوله، اسم على مسمى فهيم. وايش بتحبوا تشربوا بقى؟ ولك لا تعذبوا حالكم خيو. ما بصير، علي الطلاق بدكم تشربوا. خلاص اذا كل هاد مصرين بنشرب عصير، لانه هيك الدنيا شوب وما بدنا متحملين حالنا. تكرم عيونك ابشر. خدوج عملنا برات شاي. يلا ثواني وكون جاهز. انا بفهم اسالي شاي وبطيخ بسمير. مساء الخير، الشاي على النار. يو اللهم صل على النبي، حوطتك بصورة الفلق من شر ما خلق، اللهم صل على النبي. ايش هالجمال كاملة مكملة، اللهم صل على النبي. والله عرفانة تنقي يا درسان وشعره اشقر كمان. تروحي خلنا ان شاء الله
هرشالي تعي توبريني تعي تعي بكي جنب عريسك تعي ده انضرب على قلبي ابرك هون امي عبقلك بكي جنب عريسك انضربي على قلبك سترينا قدام الجماعة ده اطلبي معلايك ها بكي خلاص خلاص فهمنا شلونك؟ اهلين 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 وسهلين اهلين وسهلين بقص ايدي اذا ما كنت تشتغل زبال انت عبقول ام فهيم تعي شوي تقبريني معي لهنيك بدي افرجيكي شغلة ايه يلا فهمت عليك يلا جيتك يلا تعي ايه حجي تعال احنا كمان نطلع برندا نشرب لنا سيجار على وقت تفضل لك ايه والله اجت بواته لك اشبه هاد عبتني وعلي ما هضمته انتي كنتي مرتبطة شي قبل هلا؟ ايش ارتبطة؟ لا انا قصدي انه ارتبطت شي مع حدا يعني قبل هلا؟ اسمعوا لك من اول واهونه انا ما بطيق جنس الرجال الارتباط كلياته مالي حتطب مخي ما هو معشعش بنافوخي فهمان؟ طولي بالك اصل لك طولي بالك اسمعوا لك انا مجنونه انا مخ ما في عقل بعطس بالليل باكل جرابات بالليل بنام بالمرحاض فهم مني اي حدا بتقدم لي بتجي الساعه انا ما بطيق ارتباط ما حبيتك ما هضمتك هلا بس تجي امك بتقلها ما بدي اتجوز ما زبطت معي فهمت مني ايش انا بحبك ولك يحبك برسل حق تحبني لسه عملنا 3 دقايق تروح قتل ان شاء الله بعدين المرتبطة ولك مرتبطة يا حيوان ما عندك دم ما عندك جنس الزوق ولك ما حبيتك ما هضمتك قال له حبني وبعطيك جحش قال له ما حبيتك تندحش دحش ايش شغلة بالزور ما حبيتك خلاص خلاص فهمنا فهمنا لسه ما حكيت لك عنه تفضل عدي تفضل ايش صار معك ولك؟ طمني مش الحال؟ امي بسرعة خلينا نمشي كرمال الله يلا يلا بدنا نمشي ولك ليش؟ صار؟ امي خلينا نمشي يلا بطلت اتجوز يلا بفضحك خلاص خلاص فهمنا رجع راسنا خلاص افهمي عبقول خلينا نمشي بسرعة الاولاد عم يستنونا بالبيت ونسينا شو اسمه بالسيارة يلا حجين احنا نسينا غرض بالسيارة منجيبه يلا منجيبه ونرجع لكم بسرعة يلا طولوا بالكم يا جماعة نفهم منكم كلمة بس افهمي افهم لك لا حول ولا قوة الا بالله لك حجي هدول صار معهم تحت كل هذا صار ولا صار ساعة تحت شو عم ساووا والله ما بعرف علمي علمك ليش تأخروا كل هالتحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما صدقنا إجا عريس أنا بعرف ليش تأخروا أمي صار ليش؟ حبايبي كنا وصلنا لفقرة مقفل جاهزين بلاش مقرأة تعليقاتكم ما لكم جاهزين يلا شوي تاني خلصنا جاهزين سؤال خطير فقط مقفل بحال الماضي كان شو بتكون ردة فعلك إذا عرض عليك تعمل إعلان لأنك ترمي زبالة على حالك وبعدين تستعمل شامبو هو ريحته أبشع من الزبالة وإخر شي ما يعطوك أجرك ويقولوا لك ما عرفت تشتغل يلا نبلش والتعليق الأول من نسيم الحب عم بيقول فيها عم بتقول فيها مقفل ما بقبل فيه لو بيعطيني مصاري الدنيا كلها وردت فعلي بقلب سلة الزبالة على المخرج بعطيه الشامبو المعفن تبعه وتيرة قلب عم بتقول مقفل بزته الشامبو بخلقته بخليه يتحمم بالبيض تعليق من حبيبي وبس عم بيقول فيها أكيد رح انسحب رح اشتكي عليهم وأهم شي رح كب الوسخ فوق المخرج وأنا بحبها كتير بحب فيديوهاتك عبدو عم بيقول السلام عليكم أنا مشترك جديد والله إنك يا عبادة بتجنن ثانك يو برو عم بقول حتى تمثيلك كتير حلو مقفل ما صارت معي ممكن اذا صارت وقتها رح كسر الدنيا فوق راسه بس على فكرة المخرج رح يكون كتير ممنون بها قوي ضغطهم عم بتقول بضربه كف بقول له الحق ما عليك حق على اللي اجاك بتجنن عبادة I love you عاشقة الاحلام
عم بتقول مقفل، بنفجر عليه وببهده، بروح بجيب كيس الزبالة وبرميه فوقه، وبعدين بعتذر بقول له ما كان قصدي بس انت جبرتني. حبيت اشارك احلى عبادة I love you. فيت عليك مرورة عم تقول بيا عبادة متحضر ومغير له النوتي. يعني اقسم بالله العظيم انا ايش اسوي معكم ما اعرف، كتبولي بالتعليقات غير اللباس غير اللباس غير اللباس، فانا رحت غيرت لهم اللباس، صارت تجيني بالتعليقات ورجع لللباس ورجع لللباس قديم، شي ناس بيقولوا لي بجنن اللباس، شي ناس بيقولوا لي ما حبيناش، يعني ما بعرف انا شلون بدي ارضيكم. ما بعرف. تعليق من نجمة حلبية بتقول مقفل ما بلا شو ما صار، واذا طلبوا مني ما بسوي شي، بس بقول له شو رايك تجربها فيك، واذا كان كويس شامبو وعد راح اشتري انا اول وحده. عزفت الاوتار عم بتقول اذا صارت معي بلبسه كيس الزباله براسه. باخر تعليق من كبرياء انسى عم بتقول والله برجع وبحط له كيس الزباله على مخه، اذا ما عجبه الاعلان بعد كل شيء مرنه ما يعجبه. حبايبي بكون خلصنا فقط مقفل، ان شاء الله بنطالع بقيه تعليقات اصدقاء بحلقات المقبله اليوميه، فان شاء الله خليكم كلكم عم تشاركوا حبايب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه لانه كثير مهم. فسؤال فقط مقفل الحلقه المقبله هو بدي اطلب منكم كلكم اصدقائي تكتبوا لي كذبه كذبتوها على اهلكم ومشت عليهم، يعني انت عملت شيء وجيت كذبت على اهلك كذبه ومشت عليهم وراحت في ارضها، فكلياتكم شاركوا حبايب حتى طلعت علاقاتكم كلياتكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لانه كتير مهم، مثل ما قلت لكم ساعدونا بنشر القناة على تيك توك على فيسبوك على انستغرام واتساب اي مكان انتم حابين نسخوا الرابط ونشروه، وثانك يو فيري ماتش لكل حدا عم يساعدنا بان ننشر القناة اكثر حتى نكبر عائلتنا اكثر واكثر، وتحياتي للجميع، بحبكم جدا، باي.